بقيتوا تشتروا من بره، او في الاول كنتوا تشتروا نص منه ونص من بره. نهائي ده كان كله من عنده، فعرضتوا له خساره كبيره. ده كان كلامه. لا نهائي خالص يا فندم، كل اللحمه كانت من عنده لحد يوم الخميس اللي فات. لحد يوم الخميس من حد ما قطع الهوت لاين وقطع اللحمه. فانا عشان يقطع الهوت لاين وقطع اللحمه يبقى انا كده معناتها اللي انا هقفل، يبقى كده 350 فرد هيجي. يعني لو هو لو انتوا ما اشتريتوش من عنده هتقفلوا المحل؟ لا، ما هو انا اتصرفت اشتريت من بره، جبت من الناس اللي هو بيجيب منهم. يعني ما وقفتش الدنيا من لا خالص، جبت من الناس اللي هو كان بيجيب منهم. طب يا شباب، هو كان هو بص هو راجل، تعالى يا استاذ ابو احمد، احمد فاروق، محمد فاروق ده بقاله معاه 25 سنه، اقدم واحد من اقدم الناس في المطعم. استاذ محمد فاروق، خد الفرق. استاذ احمد فاروق، بس النت بس. استاذ احمد فاروق، حضرتك شغال مع المعلم صبحي كابر من 25 سنه، شغل وغير الشغل، وهو جارنا ومن زمان، وهو اكبر من اللي هو يقول حد ضحك عليه ولا حد ما حدش يعرف يضحك عليه. هو بيقول انا ما بعرفش اقرا واكتب ويتنصب عليا، ومفيش حد يعمل منظومه صبحي كابر وهو مش حد يعرف يضحك عليه. ورجالته هم الناس موجوده، والستاف كله زي ما هو، مفيش حد مشي، مفيش حد قعد. ورد على حته اللي احنا لما كان بيجي لنا بنعامله معامله وحشه. لا 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 لا، حدش يعرف يعمل قال كده. قال انا بعد ما كنت صاحب محل بقيت هاجي بيعاملني في المحل. لا محدش يعرف يعمل فيديوهات. محدش يعرف. انت من 15 يوم كان هنا وعامل فيديو. هو الاسم ايه دلوقتي؟ صبحي كابر. هو طب احنا ده الاسم، اسمه هو. كان بيجي لنا كنا بنستقبله استقبال الملوك في المطعم. كان بيبقى فرح. ما كنتوش مثلا بتقولوا له اطلع اعمل لنا فيديو؟ اولا بحكم العقد اللي بينه وبينه مفيش، هو اللي يطلع يعمل لي الاعلانات بحكم العقد. يعني في عقد طبعا يا فندم ان هو يطلع يعمل اعلانات وكمان اسمه يفضل على الصفحه بتاعته، وانا ما ينفعش اعمل صفحه ثانيه، لازم الصفحه بتاعته هي اللي يتم عليها الاعلان. هو الملك الجديد فانا بقول له يا حاج صبحي ناشد صوتك، اسمع صوت العقل ورجع الخط الساخن، عشان في 100 واحد هيتاذوا بسبب. هو شال الخط الساخن بتاع المحل؟ سحب. وبالنسبه للي نزل على الصفحه يا جماعه، محلات صبحي كابر اتباعت؟ لا مبقتش موجوده. لا يا فندم، المطعم موجود شغال 7 ايام في مواعيد الفتح والقفل وكله زي ما هو، والجوده هي مطعم وجزاره والدليفري وكله شغال. هو ليه مقابل على اسمه اللي موجود؟ واخده ولا لسه؟ واخده يا فندم، واخده بايداعات بنكيه. هل فعلا يا فندم اتفقت ان هو العمال اللي في المطعم يفضلوا زي ما هم؟ وهم زي ما هم اللي بقى لهم 25 سنه هم اهو. تعال انت بقالك قد ايه يا ابني؟ بقالك قد ايه في المطعم؟ ايه؟ 8 سنين. طب يا شباب، هو كان بيقول ايه السبب اللي خلى صبحي كابر؟ ان انتوا في الاول كنتوا بتقولوا له المعلم صبحي راح، المعلم صبحي جه، بقيتوا دلوقتي بتعاملوه معامله مش حلوه. مش حد يقدر يعمل. احنا لما بيجي هنا اصلا بنتلم عليه وكلنا بنسلم عليه. بيشيلوه من على الارض. طيب انا عايزه حضرتك توجه كلمه لصبحي. حكم صوت العقل يا حاج صبحي، عشان خاطر الناس ال 850 واحد اللي انت كلفتهم من اللي انا حافظ عليهم، عشان انت كده بتضغط عليهم مش عليا انا. حضرتك بتوجهني للكلمه دي؟ للكلمه دي، حكم صوت العقل ورجع الخط الساخن يا حاج صبحي، عشان خاطر الناس، عشان اكل ده اكل عيش ناس وانت عارف بكده. حضرتك قلت يعني كلمه في احد الاوقات، احنا بينا عشره يعني الشغل بس نهائي عشرة. هل فعلا زي ما اتقال ان المحل باعه ب 300 مليون حضرتك اشتريته منه ب 300 مليون؟ لا ده خلاص، هو دي حاجات داخليه بيننا وبينه. بس لا يعني سعر بيع المحل اشياء داخليه. لا خالص، سعر البيع ده بينه وبين الحاج اخويا الكبير وبينه وبين بعض. هل في قرارات قانونيه تبدوها؟ هو ممكن يطلع محل تاني بغير اسم صبحي؟ بغير اسم صبحي، هو اساسا باعه عشان كان تعبان. ايه اللي يخليه يبيع المحل؟ عايزين نعرف السبب. هو شقي، ويعني مثلا هو شقي يعني ولسه ولاده صغيرين، قال لي انا ما ربيتهمش، عايز اقعد معاه ونفسي عايز اشتغل قبل. طب ايه يعني معنى كلامك كده ان المحل اتباع بالاسم بتاعه؟ طب ما ممكن اتباع بقاله سنه، مش بقاله سنه. طب ما هو يشغل ان زي ما هو مشغل الناس فيه، وطبعا حد يدير له المحل بدل ما يبيعه. قلت له لان ده اسمه. قلت له الكلام ده. قال لي ما انا طالما اديتهولك كانه معايا، عشان انت اقرب ناس ليا، عشان انت اقرب ناس عشره ليا. طيب احنا عايزين نعرف ايه ممكن ينهي الخلاف ده؟ مفيش اي خلاف، هو يرجع الخط الساخن ويجي يتفضل مطعمه، هو لو عايز مطعمه اسم من اساسه يتفضل. يعني هو لو حب لو لا اولا بيتعامل ان انا اتضحك. لا مفيش الكلام ده. لو هو حب يرجع المحل تاني وتاخد فلوسه يتفضل.
يتفضل ويفتح فروع صبحي كابر في اي مكان ومفيش اي خلافات قانونيه ولا حاجه. حضرتك بتطالب ان هو يرجع الخط الساخن. يرجع الخط الساخن مش عشان خاطر، عشان خاطر الناس اللي شغاله مرتبطين بيه. طب حتى الحاج صبحي لو فتح مطعم تاني وسماه صبحي كابر هتبقى في اختلاف ما بينكم؟ ما هو العقد اللي مكتوب ما ينفعش يفتح تاني مطعم، ما ينفعش بالاسم ده. اه او تحت اي اسم تاني يعني مشابه اي تحت، حتى مثلا لو كبابكي مثلا كابر مفيش يعني بيجي العدد المصري ان هو ما ينفعش يفتح. اصل الميديا في كل منطقه زي ما حضرتكم شايفين يعني النهارده الصبح بتاعه من امام يعني مطعم صرح كبير من المطعم للمعلم صبحي كامل زي ما حضراتكم شايفين يعني المولات الجداد زي ما حضراتكم شفتوا ده اول ظهور له يعني ان هم تم الشراء من المعلم صبحي كابر. طبعا معلم صبحي كابر قال لك ان انا اتضغط عليا وان انا كنت شغال كومبارس هنا في المطعم. طبعا يعني امبارح كان في شكوك ان المطعم اتباع او ما اتباعش، وكنا بنبص لحضراتكم اكتر من 50 سنه متربي مع اخويا وحبيبي وصاحبي كل حاجه. ايه رايك في بيع المطعم؟ الحاج صبحي بيع المطعم والله هم براحتهم بقى. دلوقتي الحاج صبحي بيوجه اتهام ان العمال بتوع المطعم اتغيروا، كان في موت في العقل ان هم اتغيروا. لا احنا موجودين زي ما